حصه فيها بركه. تعود تجدد الموعد معاكم، نقول لكم مساء الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم واهلا بكم. الايامات راهم يمشيو ورانا قربنا من العيد، دونك درنا لكم اليوم دي بلا اللي تاع الانسان اللي تعبان، حاجه اللي تحطوها في الفوق وما نوقفوش معها بزاف، واش ولو فيها شويه خدمه مي سي با غراف. الوغ رميسه اليوم واش راح نديرو؟ تحبيه باذنجان؟ باذنجان. دونك راح نديرو باذنجان. باذنجان راح نديروه محشي، نحطوه في الفوق والانسان يقدر يروح يريح روحه شويه، ندير له برك خلطه نعمروه بها ونحطوه في الفوق. دونك حاجه شويه سهله، هذه هي اللي تخص ليامات الاخرين تاع رمضان. بالنسبه للتحليه او لا دوزيام غوسيت تاعنا، راح نديروا ان غرانيتي. سي كوا لو غرانيتي؟ اسكو سمعتي بلو غرانيتي؟ الوغ لو غرانيتي سي ا بارتير دو فروي. الانسان يقدر الى عندنا باغ اكزومبل حبتينا للعائله كامله وحده، وعندنا زوج حبات فخيز ما راحينش يكفيونا للعائله، دونك في ان غرانيتي سي ما بين لو غلاسو لا غلاس وما بين اون كريم اون كريم غلاسي، ما بيناتهم سي كوا؟ سي كيما الكريبوني، ولكن لازم يكونوا عندنا بلورات الماء غلاسي اللي تقرمشوا تحت سناننا، ولو ان لو جو دو فروي هذاك يعطينا الحلاوه، ولكن لو بليزير تاع هذا لو ديسير سي كروكي في لي بلورات لا غلاس اللي تجينا من لي فروي. ولا حنا رايحين نديروا اليوم ان غرانيتي ميلونجي ما بين فريز وتينا، وراح نديروا ان غرانيتي بالنعناع، وقادرين نديروا الغرانيتي بالحاجه اللي حبيتوها، تقدروا ديروها بالطوماطيش، تقدروا ديروها بالخيار، تقدروا ديروا ان غرانيتي بتو لي ليغوم اي فروي اللي عندكم في الدار. الحاجه الوحيده اللي لازم تاخذوها بعين الاعتبار باش تخدموا ان غرانيتي هو انكم تحطوا ان مول في الكونجيلاتور يكون بلاو كبير، توجدوا الخلطه تاعكم تحطوها في هذاك المول او ديجا غلاسي يبدا يجمد، وكل ربع ساعة ولا كي يجمد تروحوا فو غراتي بلا فورشيت غرانيتي وتعاودوا تحطوه، ومن بعد اون دوميور ابخي تعاودوا ابخي فو لو سيرفي، يروح يكونوا عندكم الوان. والحاجة المليحة في هذا لو ديسير سي كو ما فيهش بزاف السكر، دونك عندنا لو فروي بلا ما عمرناه سكر، باسكو لي كريم غلاسي معمرين سكر، الكريبوني معمر سكر، دونك من الاحسن نروحوا للغرانيتي خير من لا نروحوا لون كريم غلاسي اللي فيها البيض فيها الحليب فيها السكر، دونك فريمون ترو ريش. حنا رانا نحوسوا للحاجه اللي ناقصه غيشاس. دونك نبداو، عندنا الماء راهو يغلي، هذا الماء واش رايحين نحطوا فيه؟ نحطوا فيه باذنجان تاعنا نقطعوه نصوص ونحطوه، نجيبوا الحب الحطيطه تاعنا راهينا. عطيني موس مامي صافي. اليوم مع لوبرجين ديالنا هو العام الرئيسي اللي نحبوا بلوس لو غرانيتي افيك دي فروي. فوالا نحيب هادي لوبرجين ديالنا فيه لي فيبر ومليح تاني كلي غان ديالنا. اكزاكتومون لوبرجين اي لاميليور تحسن لا فونكسيون رينال وتحسن لو ترانزيت، تفادير كي ناكلو لوبرجين لو ترانزيت تاعنا يتسكن. دونك هنا ماء وملح، شوفوا نحط الملح اسي كمان هنا، ونحط لوبرجين تاعي تتغلى. فوالا صافي. كيما لاحظوا حاجه حبيت نقولها لكم، مادام قربنا من اخر رمضان اللي بدا رمضان وجبنا لكم وصفات، عمرنا ما درنا المقلي غير نهار البواك. لاحظتوا باللي هاد لو مود دو كويسون تاع القليان حنا خاطينا، صافي با دير ما لازمش جامي ناكلوه، مي قد ما نقللوا منه قد ما احسن. دونك حنا في كل الحصص اللي درناها مره واحده قلينا البوراك، سينو ما طيبنا حتى حاجه بالقلي، باسكو القليان سي با بون بور لا سونتي. دونك فوالا صافي. كي نقسموا لوبيرجين ديالنا على زوج، على زوج زوج باسكو راحين نعمروها. فوالا نقطعوها هكا، فوالا نحطوها هنا بقى نخليوها تغلي. فوالا نغطيو عليها ونخليوها نقوينا لها اي تغلي. دونك لوبيرجين تاعنا هاي واجده. الان نوجدوا الحشوه تاعنا داكوغ. الوغ جيبي لي هذا نمسحو، نبداو ديجا نعمرو هنا الحشوه تاعنا في وين كانوا محطوطين دي زوبيرجين. واش عندنا؟
عندنا بصل نو البصل نحطوه اعطيني زيت الزيتون هنا زيت الزيتون حنايا لاحظتي بلي حنا دائما نطيبو بزيت الزيتون نحطو البصل تاعنا يتقلى نقدر نخلطو فيه وشنو هو البصل ونخليوه بلا بالراحه هنا هكي نحطي المغرفه تاع الحطب يون لو ليس نحطو لي زيبيس تاعنا فوالا نحطو شويه لحم مرحي غير شويه شوفوا لا كونتيتي فريمون قليله بزاف فوالا الوغ رومي سا لا ريسيت تو بلي فوالا دوك انا نحط انتيا تجيبي حطي لي زيبيس اون فافوار الى يدك بنينه داكوغ نحطو فلفل كحل حطي فلفل كحل جيبي مغرفه صغيره حطي فلفل كحل هنا بعدا نحطو لا طوماط نعم هنا الصغار فوالا هكذا ماشي بزاف ماشي بزاف توجور نحطو غير قليل باسكو لي زيبيس يحسنوا الكو ما لازمش بصح يغلبوا الكو فوالا ومن بعد كي تكملي لي زيبيس عندك لا طوماط تحطيها داكور جو كونت سور تو هاي تفضلي ندير الملح ايه ملح اليوم رميسه اللي راهي راح طيب هذه فازي الملح ندير ان بو بلوس ان بو بلوس زيدي ان بو بلوس كمان فوالا زيدي شويه نو ترو هذا نقص لا موتي تري بيان فازي سي بون حركي حطينا زيت الزيتون حطينا بصل حطينا لي زيبيس الملح الفلفل الكحل شكون تحبي تزيدي تحطي هذا اللي يكون دائما في الاطباق ديالك دائما الكركم باسكو مليح بزاف للصحه مي ما لازمش نكثروا منه باش ما يلون الناس سي بون سي بون وزيدي شويه جينجامبر بيتيت كانتي نو موا 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 فوالا تري بيان هادو هما حركي ومن بعد حطي لا طوماط دونك الشيف تاعنا اليوم سي رميسة علي نقوي لك شويه بزاف تري بيان راني نخليك ديري فاس كونتيني فوالا تري بيان شوفي حبيبتي هادي رفديها ماشي هكا هكذا ما عندكش القوه هكذا سي ميو كي ديري هكذا ما عندكش القوه باش تعبصي سورتو اللحم لازم نعبصوها فوالا ايه على بيها نعرفش ايه باسكو ماشي ما فاطيني دوكا تعلمي فوالا غادا اللحم راه يتبدل لونو فوالا بدا يتقرا فوالا هذا شتو لاس كونتيني فوالا هذا راهو يغلي لنا انا نحصر تينا بوغ لا بروشين روسيت داكوغ ابخي كي تغلى لوبيرجين ديالنا ما نسحقوش الماء تاعها نو باسكو الماء تاع لوبيرجين يجي نوار دونك ني با تري بون سورتو كو ما قشرناهاش لاحظتي وعلاه ما قشرناهاش في رايك باش باش وي باش باش تذكر الحين نعمروها الى الحين القشره واش نعمروا باسكو دوكا نحيو لها القلب القلب تاعها نحطوه في لافاخس بصح واش نعمرو سي القشره دونك القشره نحتاجوها خيبيا هاكي تعلمتي حاجه جو بونس نو عفايس عفايس حاجه بزاف خيبيا الوغ موا نعصر التينه دونك فوالا عندنا هاد العصاره ان بو بيزار مي نخدمو بها يا سيدي ما عندناش عصاره اللي تعمر مليح ها انا شعلت الكلوفو باش تحطي فيه زوبيرجين تاعك وبعد ندقوهم وشوفوا لك كان فريمون دوك نحط حطي لا طوماط وخليها تطيب براحتها والماء تاعها خليه خليه جوستومون شوفي لا طوماط احسن ما فيها هو الماء تاعها وي كون نروحوا في اوروبا ويشوفوك تنحي الماء تاع لا طوماط ولا الزريعه بوغ اوك اللي درتي حاجه تري غراف لي غران شيف صافي فيه فائده بيان سور فوائد
فوالا دوك الطوماطه راح يطلق لنا الماء. ها نزيدو هذه جلس. طيب ودوكا عاونيني نصفيو هذا لو جو اللي درناه. الوغ صفايا هذيك جيبي لو روبو. لو روبو هذا هذا وي حلي فوالا الوغ وميسا كي تشوفي راني نصفي دوكا نعاودو نذكرو بالمقادير وباه نروحو فاصل باش نكملو الطبخ. حركي هذاك الوغ نذكركم بالمقادير بالنسبه لي زوبيرجين فارسي او باذنجان محشي. واش لازمنا؟ خدينا زوج حبات تاع باذنجان قطعناهم على النص وحطيناهم يغلي يطيبو غير امتي موما ما لازمش يطيبو بزاف. بالنسبه للحشوه خدينا توت بوتيت كونتيتي غير كميشه تاع اللحم مرحي شويه بصل شويه طماطيش هادو درنا لهم دي زيبيس ورانا نطيبو فيهم. اون فوا يطيبو نفرغوهم في غرفيه نزيدو لهم شويه شابلور شويه بيض لي زيبيس تاعهم ونزيدو لهم القلب تاع الباذنجان تاعنا نديروها عجنه نعمرو باذنجان ونحطو في ان بلاطو ويروح او فور. بيان سور هذاك البيض ومن بعد نفال سيرفيغ افيك صوص طوماط. هذا بالنسبه لو بلا. بالنسبه للغرانيتي تاعنا انا عصرت تشينا هايليك صفيتها. الغرانيتي لازم تصفيو له الجو ما تخليولوش فيه لي مورسو. هاني صفيت التينا دوك نحط حبه ولا زوج تاع لا فريز جو ميكس لو تو وعندي دي بلا راهم في الكونجيلاتور باردين نحط فيهم افيك ان بو دو سكر غلاس. ابري جو فو ديري وعلاش نستعملوا سكر غلاس اي نون با دو سكر. دونك نروحوا فاصل وكي ترجعوا نكملوا التحضيرات تاعنا. دونك قبل ما نروحوا فاصل كنا حطينا الباذنجان تاعنا يغلي غلا دوك حطيت الماء بارد وراني نحي في النصوص تاع الباذنجان تاعي من الماء سخون ونحطهم هنا باش يبردوا لي باش نقدروا نعمروهم. هذه اول مرحله دونك خليهم في الماء بارد هنا ان بتي مومون نرجعوا لهم توتالور. حاجه واحده اخرى عندنا الماء يغلي هنايا واش راح نديروا؟ راح نحطوا فيهم لا فوي دو مونت اللي راحين اون فالا بلانشير غير تولي خضره بيان نحطوها في الماء البارد ثاني بوغ اغيتي لا كويسون. اعطيني هذه لا غني ميرسي فوالا جو في لي ميتر في الماء الغليان توت مي فوي فوالا خلاص غير الخضر تاعهم يولي قوي نحيهم ونحطهم في الماء اللي بارد فوالا تبدل لونهم ولا لون فريمون قوي جونليف نحط في الماء بارد فوالا. دونك لي كويسون تاعنا سون فيني كملنا مازال تبقى نحيها اي جيتا فوالا تخي بيان. دونك هذا توت الوغ اون فوا سون اوكوبي. هادي هنا تي ما في الوغ هذا برد لي باذنجان والحشوه تاعو واجده. دوكا عصرنا التينه وحطينا فيها 3 فريز زوج حبات تينه و 3 فريز ولازم نزيدو لهم نرحي ارحي مامي فوالا تو ميكس بيان فوالا. لا اتو حط لك هاي حلي هاي سي بون فوالا. اون ا ميكسي 3 فريز زوج حبات تينا التينا عصرناها وصفيناها
وحطينا هنا حطينا اون كيغي دمي تاع لو سكر غلاس. بوركوا لو سكر غلاس؟ بور لو غرانيتي، باسكو كنحطو سكر كريستاليزي اون ميكس يبقى لنا من تحت، دونك لازمنا نحطو دو سكر غلاس باسكو لي بلو فان ويدوب بلو رابيدمون. هاد لو غرانيتي دوقنا نجيب لو مول لي راهو في الكونجيلاتور مجمد نحطوه فيه. Il est glacé, donc on se bouffe. Voilà. Voilà, le moule, on a un jumet, on a fait le granit. Voilà, on a fait le congé. On a fait le moule, on a la menthe. عندي ان اوتر مول راهو عندي ان مول واحد اخر راهو في الكونجيلاتور، دونك نحطو لا فوي دو مونت هنا دو لو ان بو دو سكر غلاس اي اون بيكس اوسي. دونك جو في رانسي ناخذو لي فوي دو مونت تاعنا نحطوهم. ثم ديروا الكميه اللي تكفي العائله تاعكم، ولاحظوا باللي اون جينيرال مادام نزيدوا له الماء راح يكفينا سون بروبليم. نحط دو كويير تاع سكر غلاس ونحطوا شويه ماء، ماشي مشكل. فوالا تو ميكس انكور. هاي باش يشوفوك ميكس. هذي تيولي المخضر. بون دوكا ما نهضرش معاكم باسكو الحس، وبعد نقول لكم واش قلت لها. جيبي فرغي هنايا صفيوه. هنا لاحظوا الريحه، الريحه رائعه ولا كولور اروع. بون كاين دي ميكسور اللي عندهم بوكو دو تور على مينوت يديروه لنا اخضر اكثر من هكا، مي سو ني با غراف. هادي هنا نجيبوا لو مول اللي راهو كونجلي. Donc, il est bien congelé. Hato. Voilà. Très bien. Donc, les granités تاعنا راهم في الكونجيلاتور. دوكا ناخذوا لا فارس تاعنا هذه نحطوها هنا. بهذا مامي. ناخذوا باذنجان تاعنا نورمالمون صفيوه مي سي غراف. نجيبو اون كويير ونحيو القلب تاع باذنجان. ايه دوك يولي طري. فوالا شوفي نحيوه، ما لازمش يغلي بزاف باش باه ما يجيش ما يذوبش بزاف، باه نقدروا نعمرو. فوالا نحطوهم هنا هذا. دوكا نقطعهم بالنص. فوالا فوالا. دونك بخوميي درناه، الدوزيام هاوليك. نزيدو نحيو لا بولب هادي هاكي تشوفي سي فاسيل. دوك نقطعوهم ونزيدوهم العجنة لافارس تاعنا. عطيني موسو راسك بنتي. لاحظوا باللي عندنا بزاف الماء في الباذنجان تاعنا، دونك اون لي في سا نغسلو شويه ماء باه كي نعمرو تجينا شباب. فوالا لا ميم شوز، نعصرو له شويه ماء. بون حنا اون فا فيغ دو، اون فا با فيغ بوكو. فوالا
نقطع هذيك لا بولب هكذا. شوفي الفوق مسخون نورمالمون يمشي علاتو. اسكو شو الفوق يطلق السخانه تري بيان مادام يطلق لك في السخانه سي بون. دونك هذوك القلوبه تاع باذنجان كامل نقطعوهم نحطوهم ونحطوهم في لافارس تاعنا. فوالا وانا درت زوج برك باسكو حنا مداهمنا الوقت في التسجيل. مي نتوما خذوا راحتكم في الدار اي فيت لو كيما لازم. واش نزيدو شايفه ما نديروش لي زيبيس درنا في لافارس ديجا بصح كي حطينا باذنجان باذنجان صامت تيتو نورمالمون ندوقو اي اون ريكتيفي مي اون با لا بوسيبيليتي دو لو فار باسكو انا صايمه دونك اون ليس كوم سا. ويلا جا شويه صامت سي با غراف. دونك نحطو مغرفه تاع لا شابلور ماشي ناشفه هذه لازم نستعملو حاجه ناشفه مغرفه شابلور حركو بيان. نعاود نذكركم لا فارس فيها شويه لحم شويه طوماطي شويه بصل ولا بولب تاع الباذنجان تاعنا ودوزناها كيما لازم. دوكا نحطو صفار بيضة كسرو. علاش نحطو صفار؟ باسكو نحتاجو البيض. هادو اللي هكا هنايا الصفار نحطو هنا صفار هنا والبياض نستعملوه توتالوغ. فوالا دونك نورمالمون سي بون لافارس تاعنا واجده. دونك ناخدو مغرفه صغيره ونعمرو لي مواتيي تاع باذنجان تاعنا. Sauf que j'ai oublié de préparer un moule. Là, c'est une erreur de notre part, mais c'est pas grave. Mais ça couche le moule. Non, ça y est, le moule. Voilà. On va la deuxième. دوكا مازلنا غير لو ديرني جيست افير اللي هو باردون اعطيني باردون ما في ناخذو البياض تاعنا. اعطيني ان بانسو راسك البياض هذاك نضربوه نورمالمون افيك اون فورشيت سي ميو اسكي دي فورشيت وي نضربوه بوغ لو كاسي باش نقدروا نستعملوه بالبانسو. لو بانسو نديرو البياض من الفوق هكا هكا فوالا بيان. ودوقا ناخدو لا شابلوغ. وين ديتيها لا شابلوغ؟ فوالا الي لا. نحطو لا شابلوغ لي باش تتحمر. فوالا كلي نبانيوهم. فوالا ايه باش نغطيوها. فوالا اكزاكتومون. اي بي هذاك البياض تاع البيض هو اللي راح يشد لنا لا شابلوغ. فوالا نورمالمون اوني بخي. دوقا هادو نحطوهم في ان بوتي بلاطو نحطوهم في لو فور يتحمروا كلشي راهو طايب. دونك جوست ان بوتي مومون في الفور لاحظتوا باللي الطبق هذا ما فيش بزاف لي دام غير هذاك شويه تاع زيت الزيتون اللي حطيناه باش قلينا اللحم تاعنا والبصل. دونك سينو ما فيه والو ادام. دونك نحمروهم هادو في الفور ومن بعد نتلاقاو باش تشوفوا الاطباق تاعنا جاهزين. اهلا بكم. الاطباق تاعنا راهم جاهزين واجدين. دونك باذنجان
في الفوق محشي صحي بزاف باسكو ما قليناش غليناه نحيلو لابور لابول تاعو اللحمه الدخلانيه خلينا لابو باش نعمروها ولافارس تاعو فيها شويه لحم محشي بصل طوماطيش لابول تاع الباذنجال شويه بيض خلطنا كلش عمرناه ومن بعد درنا له لو بلون دوف من الفوق حطينا لا شابلو حطيناه او فور اي سا سو بريزونت افيك اون صوص طوماط اللي عندكم هذا دونك باذنجان هذا سي ان غرانيتي دو فروي انا درته بالالوان الوطنيه شوفوا عندنا الاخضر درته بالنعناع عندنا الابيض درته بالحليب وعندنا الاحمر درته بلا فريز والتشينا Voilà, le granité, c'est une glace, mais plutôt c'est un glaçon pilé. C'est de la glace pilée. Nakluha parce que mandirou je fais bzaf sukr, mais nakluha c'est juste pour se rafraîchir, pour avoir avec le croustillant de la glace sous la dent et avoir un peu de fruits parce que ça demande pas beaucoup de fruits. Donc j'espère que vous comme atbaq tana ta lyoum, romi saajbouk. Merci beaucoup chef على les plats كاع اللي طيبتيهم. اليوم مام هذه عفسه جديده انا بوغ موا باسكو سي لا بروميير فوا نشوف والف دوغ لا طوماط نديروا لها اون فارس والف زعما الفلفل بالدجاج وهذه انا حابه نذوقها خفيفه دونك كملنا معكم حلقه اليوم نتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله صحه فطوركم وقعدوا توجور في الصحي والاقتصادي وما تاكلوش بزاف السكر والايدام وما تقليوش بزاف اموركم صحة فطوركم بقوا على خير إلى اللقاء صحة فطوركم